البداية عايز أذكر ثلاث مواقف حصلوا في حياتي وثلاث مراحل في حياتي هم سبب وجودي هنا، هم سبب تغيير طريقة تفكيري بشكل كبير جدا. يمكن بيحصلوا لمئات وكتير جدا من الناس اللي هنا، وده عشان احنا في مصر بنهتم بالمواهب الشابة والطاقات الصغيرة بشكل مبالغ فيه الحقيقة. يعني الموقف الأول اللي أنا كنت في المدرسة عندي كان في نشاطات فنية، وكان تروح تتقدم وفي الآخر السنة بيطاردوا، فأنا كنت بحب النشاطات الفنية وعندي باشن للفن، فتقدمت في كل حاجة، وعشان أنا صوتي حلو وبفهم في الألحان اترفضت في الكوير، وعشان رشاقتي ولياقتي البدنية العالية اترفضت في الرقصات، ففقدت أي حاجة تميزني، ففقدت ثقتي بنفسي. جاء بعد كده طبعا بس عندي حاجة غريبة بحبها، فبس مش قادر أعمل بيها حاجة، فبقيت مش مميز، بقيت غريب. وكأي طفل غريب أو أي حد طفل غريب في مدرسة مصرية أو في مصر عامة لازم يتعرض لمضايقات وانتقادات هتقلل ثقته بنفسه، وهي دي كانت المرحلة الأولى في حياتي، مرحلة الإحباط وهبوط الثقة بالنفس. ترتب على كده موقف التاني ان انا كان عندي في المدرسة في مسرحية، فقريت الاوديشن وتقدمت وترفضت من قبل حتى ما يختبروني. مدرسة شافتني، لا لا مش وصلت اللي انا عايزاها، لا 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 هاتلي واحد تاني. فخلاص انا فقدت اي حاجة ممكن، يعني خلاص انا بقالي 7-8 سنين بحاول اطلع مش عارف. وهنا كانت المرحلة التانية، القرار ان انا لازم اعمل حاجة بنفسي. كنت متعرف هي فين فولدر، كنت اتعرفت على شباب جديد اصحابي، فقلت لهم يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. قالوا لي ايه؟ قلت لهم هنعمل افلام، وابتدينا بفيلم اسمه ليفينج ذا دريمز. ده البوستر بتاعه قديم شويه. ليفينج ذا دريمز ده بيتكلم عن ثلاث شباب، ثلاث شباب دول بيمشوا في الشارع، تخش زوم على كل واحد بحكي قصته وبحكي هدفه وطموحه ان هو نفسه يوصل له وازاي بيحارب عشان يوصل له. اول ما عملت الكليب ده حسيت ان ثقتي بنفسي رجعت تاني بشكل كبير جدا، مش عشان الفيلم حلو، لا انا فاكر في لقطه كنت واقف وخيالي باين في الارض، لكن في النهايه قيمه ان انا بعمل حاجه بنفسي، قيمه ان انا بعمل حاجه بايدي، دي رجعت لي ثقتي بنفسي بشكل كبير جدا. وحتى لما كان حد بيجي ينتقدني كنت انا بعمل افلام، انا ما قلت لكمش كان في لسه ناس بتضايقني، السلام عليكم اتش المخرج، كابتن ممكن تاخدني معاك بطوله فيلم يا كابتن؟ بس اكيد كانت بتاثر عليا، بس ما اكذبش عليكم تاثيرها كان اقل بكتير جدا من الاول. فبعد شويه كليبات قررت ان انا عايز اعمل فيلم احفز بيه نفسي واحفز بيه زمايلي اللي معايا واحفز بيه اي حد يتفرج عليه، وسميته ذا ريد ديفل اجينست ذا واي، ضد الطريق. عايز اعرض التيزر بتاعه بسيط جدا عشان يعني ممكن احاول افهم منه فكره الفيلم وبعد كده ارجع اتكلم تاني. الفيلم بيتكلم ببساطة عن قصة اتنين صغيرين بيلعبوا مع بعض كرة في الشارع، بيتفرقوا لظروف معينة، واحد فيهم بيكمل ويحارب عشان يوصل لهدفه وحلمه. الفيلم كان فيه أخطاء تصوير، أخطاء إخراج، أخطاء تمثيل، أخطاء من كل النواحي، لكن في الآخر الرسالة اللي أنا عايز أوصلها قصة الولد اللي بيلعب كرة في الشارع وفي الآخر بيلعب لأكبر الأندية الأفريقية. أظن لو كنت متحيز لو اعتبرت الأهلي أعظم نادي في أفريقيا يعني. يعني الرسالة دي حسيت ان هي ممكن تحفز اي حد بيتفرج عليه، ان هو قصة النجاح عن طريق حاجة احنا كلنا بنحبها اللي هي الكورة. بعد كده حسيت بالتكريم، ان يعني ده المرحلة الثالثة اللي هو مهما الناس تضايقك كمل، وهي دي كانت المرحلة الثالثة او يعني في الاخر هيبقى في نتيجة. الموقف الثالث ان انا لقيت كنت في مدرس بكتب له شعر وانا صغير، فلقيته بيكلمني وشاف افلامي، لقيته بيكلمني يقول لي ان هو عايزني في مسرحية، ومسرحية دي شاركت فيها مثلت فيها وخدنا المركز الاول على مستوى الجمهوريه، والحمد لله مثلت مصر انا وثمانيه زمايلي من مصر كلها في اليو اس فيستيفال اوف بوكس، معرض الكتاب في امريكا او حاجه شبه كده. وحسيت ان انا بتكرم من المكان اللي كان زمان بحاول اطلع فيه ومش عارف.
وتعلمت فاتعلمت دروس كتيره من المواقف دي. ايه اللي انا اتعلمته؟ نمره واحد، دور على الباشن اكتر ما تدور على الموهبه. انت لو حد عنده باشن بس ما عندوش موهبه، هتديله سكيل، مهاره يتعلمها، وهينتج لك احسن واسرع واكتر بكتير جدا من حد عنده موهبه بس ما عندوش شغف، ما عندوش اراده، مش هينتج لك حاجه. وايه اللي بيحصل؟ نمره اتنين، ما تحكمش على حد من بره. اكيد اللي شكل من بره هيديك انطباع عن اللي جواه، لكن في النهايه ما يقدرش يديك حكم نهائي عن الشخص اللي قدامك. نمره ثلاثة، ودي الاهم، انت لما بتعمل حاجه مختلفه، بتعمل اي حاجه مختلفه، فبالتالي هيتعرض عليك انتقادات ومضايقات كتيره، هتقلل ثقتك بنفسك لحد ما تاخد قرار. لازم ان انت لازم تعمل حاجه وتواجه المشاكل دي، وتحول كل الانتقادات دي كطاقه ايجابيه ليك عشان تقدر تواجه المشاكل دي وتواجه وتكمل، وتثبت لهم ان انت مميز، وتثبت لنفسك مش ان انت مميز، انت متاكد ان انت مميز، لكن تقدر تستغل ميزتك دي وتعمل بيها حاجه. كنت ذكرت في الاول ان احنا انا اعرف شباب كتير بيمروا بالمواقف دي بطرق مختلفه قوي. ففي المجتمع اللي حواليا قابلت ناس بتعمل ستاند اب كوميدي، بتغني، بتعزف، بترقص، بتعمل كل حاجه كده، وقررنا ان احنا نجمع بعض ونعمل فيلم نناقش فيه مشاكلنا، المشاكل او المراحل دي. عايز اعرض بدايه الفيلم عشان هقربنا اكتر من الشخصيات وهقربنا اكتر من قصه الفيلم، وهرجع اتكلم عنه باختصار شديد. مانيش عايز خلاص حاجة، ولا محتاج انا الحاجة، لو عايز صحيح حاجة ما خليتوليش ولا حاجة، انا ما بخافش من حاجة، مانيش مسنود ولا حاجة، فرضا لو حقول حاجة هيحصل ايه ولا حاجة، مانيش عايز خلاص حاجة، ولا محتاج انا الحاجة، لو عايز صحيح حاجة ما خليتوليش ولا حاجة، انا ما بخافش من حاجة، مانيش مسنود ولا حاجة، فرضا لو حقول حاجة هيحصل ايه؟ احباط شوية صح؟ لكن في النهايه بشكل او باخر ده بيتكلم عن المرحله الاولى، الاحباط وكده. وبعدين احنا جوه الفيلم بنقرر ان احنا نجمع بعض وبنشتغل في مشروع، وفي الاخر المشروع مش بيكمل لكن ما بيطردش، لكن في النهايه موجود وفي يوم من الايام هيطرد. وانا هنا ببيت الشعر للعظيم صلاح شاهين، انا اللي بالامر المحال اختوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوا، طلته ما طلتوش ايه انا يهمني، وازاي بدم قلبي بالنشوه ارتوى. طب انا نفسي اعمل ايه في حياتي؟ ايه هدفي اللي انا نفسي اوصله؟ انا نفسي اكسب اوسكار. لو مش الجائزه يبقى القيمه الفنيه اللي تستاهل الاوسكار، لو مش القيمه الفنيه يبقى الرساله اللي تستاهل الاوسكار. انا عايز اقدم رساله اللي هي ايه؟ قصص النجاح. لان للاسف في كتير جدا من المخرجين عندنا هنا في مصر تخش فيلم وتخرج عامل كده، ويكتبوا لك في اخر الفيلم ان الواقع اشد قسوه مما ظهر على الشاشه. انت بتعمل فيها كده ليه طيب؟ حرام عليك يعني. انا عايز اديني من انت بتناقش الموضوع بشكل سوداوي جدا، اديني قصه نجاح من خلال الفيلم تحفزني ان اعمل كده. لان انت زي ما ياسمين او ساره قالت ان انت بتدي رساله من خلال كرتون، فانت بتدي رساله من خلال فيلم نقل للواقع. فانت لو ما اديتش واقع بشكل تحفيزي، الناس تفضل مش عايزه تشتغل، والناس تفضل كسلانه، والناس تفضل مش ما قدامهاش قصه نجاح ان هي نفسها تبقى زيها. ففي الافلام انا مؤمن ان انت تدي رساله في قصه نجاح في حاجه احنا كلنا بنحبها، كوره، رياضه، موسيقى، الحاجات دي لو اديت من خلالها قصص نجاح، بالتالي هتقدر تشجع الناس في جميع المجالات. في النهايه انا وريت فيديوهات كتير، انا عايز اقول زي شعر كتبته عن انا نفسي اشوف مستقبل مصر ازاي. بقول شايف بكره ازاي؟ سؤال ما ينفعش، بس نفسي اشوف تعليم ينمي ما يخيبش،
نفسي اشوف العدل والبسيط ما يتظلمش، نفسي اشوف الولد وسط الشجر يمشي والبنت تكبر تضحك كلام هيشفي ما يوجعش، نفسي اشوف المصري راسه مرفوعه ما تنزلش، واشوف عمال اسود نشيطه ما تكسلش. جوايا كتير احلام خايف ما تكملش، ما كفايه بقى كلام ده الكلام ما ينتجش، ما كفايه بقى كلام ده الكلام ما ينتجش. بس هو ينفع بعد الليل الشمس ما تطلعش؟ مستحيل بعد الليل الشمس ما تطلعش، لكن هتطلع واحنا حالنا عامل ازاي هو ده اللي احنا نقدر نتحكم فيه. كل واحد يحدد هدفه ويصارع عشان يوصل له، سواء هدف صغير انا عايز اجيب درجات في امتحانات اخر الشهر عشان بابا ما يزعلش مني، او حلم كبير انا عايز اشتغل في ناسا، انا عايز ابقى مخترع كبير، انا عايز اجيب لمصر ميداليه اولمبيه، انا عايز ابقى رئيس جمهوريه. وانا من هنا هكتب وهحدد هدفي وهحاول اوصل له، هوصل له مش هوصل له دي مش بتاعتي، بتاعت ربنا، لكن كل اللي انا اقدر اوعد بيه ان انا هحاول وهجاهد عشان اوصل له. ولو كل واحد عمل كده اكيد ان شاء الله بكره احلى، واكيد ان شاء الله مصر احلى. وشكرا.